أهلا بكم مشاهدينا الي هذه الحلقة من ساعة حرة وفيها نناقش السؤال الرئيسي هل ثمة احتمال لحرب قريبة مباشرة بين إسرائيل وإيران الكثير من التكهنات حيال هذا الاحتمال برزت مؤخرا ولاسيما في تقارير ومقالات في صحف امريكيه وبريطانيه ترجح مثل هذا الاحتمال في ظل التطورات على الارض السوريه وكذلك في السماء السوريه فإلى أي مدى يمكن أن نشهد قريبا مثل هذه المواجهة العسكرية المباشرة أم أن الأمور تبقى عبر الوكلاء وفق ما يرى مراقبون آخرون أرحب بضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة وهم معنا من واشنطن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دوغلاس ماكريغور ومن القدس الدبلوماسي السابق مائر كوهين ومن لندن الكاتب في شؤون الشرق الاوسط احمد اصفهاني اهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام وابدا معك سيد دوغلاس ماكريغور في واشنطن في تقديرك التطورات الميدانيه في سوريا في الاسابيع الاخيره الى اي مدى تؤشر الى احتمال اندلاع مواجهه مباشره بين اسرائيل وايران وهل واشنطن في تقديرك اداره رئيس ترصد مخاطر مثل هذا الاحتمال. له. اولا الرئيس يراقب الامور عن كثب ومن الواضح ان شراكتنا الاستراتيجيه مع اسرائيل راسخه وهناك حساسيه تجاه اي شيء يؤثر على الامن الاسرائيلي. هناك عده اشياء يجدر الاشاره بها. اولا في 2015 المرشد الاعلى في ايران وقال أنه بحلول 2040 إسرائيل لن تكون موجودة ويفترض أن هذا لأن شخصا أو طرفا ما قام بتدميرها هذا التهديد لم يذهب بدون ان يؤخذ بعين الاعتبار. هناك تهديدات في سوريا من جانب الايرانيين وهذه جذبت الاهتمام ايضا مره اخرى الاسرائيليون وصلوا الى نتيجه الى ان الطائره المسيره كانت مسلحه وليست للمراقبه وهذا ادى الى رد فعل اسرائيلي قوي ادى الى قتل بعض المواطنين الايرانيين وقد اوضح الاسرائيليون بجلاء انهم لن يقبلوا بوجود قاعده عسكريه ايرانيه داخل سوريا وهم او هناك حزب الله في جنوب لبنان وهو عباره عن منصه لعكس القوه الايرانيه ضد اسرائيل، ثم هناك روسيا بالطبع وروسيا حتى الان حاولت جاده ان تبقى بعيده عن هذا النزاع وان تحاول اقناع الايرانيين الا يفعلوا بعض الاشياء وفي نفس الوقت سمحوا لاسرائيل عندما تهد كان الامن الاسرائيلي مهددا ان تتصرف اذا نحن قلقون بشان اسرائيل وايضا بشان احتمال تدخل روسي في كل هذا وكذلك بشان المغامره الايرانيه الموجهه ضد ايران ما نود ان نراه هو هدوء ولكن لدينا نفوذ محدود بكل صراحة وقد أوضحنا للإسرائيليين أو أوضحنا للإسرائيليين يجب أن يفعلوا ما يروا أنه في مصلحة بلادهم نعم تقصد مواجهة المغامرة الإيرانية ضد إسرائيل سيد أحمد أصفهاني في لندن إذا يعني ربما مقالة توماس من قبل يومين أيضا مقالات في صحف بريطانية تعزز أكثر فأكثر هذا الاحتمال، ترجح أكثر فأكثر هذا الاحتمال، طبعا استنادا إلى موضوع الطائرة الإيرانية التي أسقطت في المجال الجوي الإسرائيلي في شباط الماضي، ثم الغارة التي يعني يرجح كثيرون أنها إسرائيلية على مطار تيفور وقتل فيها إيرانيون، المسألة تذهب أكثر فأكثر نحو معالم صدام مباشر، هل ترجح أن الأمور تتجه إلى حرب؟ شاملة بين إسرائيل وإيران يجب التوقف عند عبارة تفضلت بها اخي العزيز وهي صدام مباشر قد لا يكون حربا لكنه صدام مباشر مسألة الطائرة من دون طيار ومسألة قصف تيفور في رأيي هي حالة لاحقة هناك حسب المعلومات التي تتسرب في وسائل الإعلام أكثر من مئة غارة إسرائيلية على أهداف سورية إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله خلال واقع الأزمة السورية الراهنة إذا العمليات الإسرائيلية لم تتوقف في الأجواء السورية وعلى الأراضي السورية هذا أولا ثانيا الذي حدث أن الطائرة التي تقول عنها إسرائيل أنها كانت محملة المتفجرات هي التي غيرت المعادلات بمعنى أن القوى الموجودة على الساحة السورية قادرة أن تسير مثل هذه الطائرات وهذا مرتبط أيضا بإسقاط الطائرة الإسرائيلية بصاروخ أرض جو اذا القلق الاسرائيلي هنا ليس بعمليات عسكريه داخل الاراضي السوريه بقصف جوي كما كان الحدث كما كان خلال السنوات الماضيه لكن بتغير موازين القوى الذي يعكس قدره هذه القوى على تجسير الهوى بين التقنيات الاسرائيليه والتقنيات المضاده هذا القلق هو الذي يدفع اسرائيل الى رفع سقف التحديات لكن في رايي دون الوصول الى حرب شامله لان القوى الدوليه والقوى الاقليميه حتى هذه اللحظة تمنع مثل هذه الحرب علما بأن الطرفين الإيراني والإسرائيلي لا يمكن أن يغامرا في فتح جبهة واسعة إلا بتغطية دولية بشكل أو بآخر وهذا غير متوفر حتى هذه اللحظة تعبير التغطية الدولية يشمل انخراطا من هذه القوى الدولية؟ حكما يعني أولا إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حرب شاملة خطيرة جدا الا بموافقه امريكيه وتغطيه امريكيه، هذا امر محسوم منه، قد تقوم بعمليات محدوده بقرار ذاتي، لكن فتح جبهه قتاليه ضد ايران حتى ولو في الاراضي السوريه يتطلب تغطيه امريكيه، هذا اولا، ايضا ايران لا تستطيع ان تصعد على داخل الاراضي السوريه، لا تستطيع ان تنقل المواجهه من مناوشات الى مواجهه واسعه الا اذا كانت هناك تغطيه روسيه، وهذا ما اقصده بان التغطيه الدوليه الان الروسيه الامريكيه لطرفي النزاع اذا جاز التعبير لا يمكن ان تتامن حاليا لان الطرفين لا يرغبان في تفجير الوضع اكثر مما هو متفجر حاليا. نعم الى القدس والسيد ماير كوهين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث اليوم عما وصفه بالتحريض المستمر من جيراننا الذين يرفض معظمهم التصالح مع وجودنا محذرا وفق الوكالات من اي شخص من ان اي شخص سيرفع يدا ضدنا لن يرحم. هو تحذير مبطن لايران وفق ما يعني حللت الوكالات ما في شك انه تحليل مبطن لايران وكان له تصريح واضح قبل زي قبل مده رساله موجهه لايران بان لا تواصل ان تواصل اختبار قوه اسرائيل العسكريه وبالتالي نحن يعني المؤسسه الامنيه والعسكريه في اسرائيل بترصد ان ايران بتواصل عملياتها من اجل يعني القيام بضربه عسكريه ضد اسرائيل وضربه انتقاميه ردا على ما نشر بان اسرائيل استهدفت موقع ايراني في قاعده تي 4 ما في شك ان يعني نشر الصور في وسائل الاعلام عن المواقع الايرانيه في سوريا والمطارات الخمسه التي تستخدمها هو يعني نوع من رساله لايران بان اسرائيل ترصد هذه التحركات وهي تعلم بالضبط ما هي الاستعدادات التي تقومون بها لضرب اسرائيل وبالتالي فان اي ضربه ضد اسرائيل ستقابل بضربه قويه جدا من ناحيه اخرى يمكن ان نرى ان تصعيد لهجه التصريحات العلنيه والتحذيرات هو ايضا نوع من الرساله الى كل من روسيا والولايات المتحده بان الازمه هي خطيره جدا وهي اكبر بكثير من الازمه التي خلفتها قيام التحالف الغربي بضرب بضرب سوريا وعلى كل من روسيا والولايات المتحده العمل على كبح جماح ايران ومنع الوصول الى تدهور في المنطقه، في حال عدم او تعذر للوصول الى نوع من هذه التسويه فان المواجهه ستكون حتميه. اسرائيل مستعده لمواجهه عسكريه شامله مع ايران؟ بكل بكل المقاييس وبكل المعاني لان اسرائيل لن تقبل بوجود ايراني على حدودها خاصه وان هذا الوجود ياخذ طابعا يعني مهددا لدوله اسرائيل قاسم سليماني وقائد قوه فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني يقوم ب يعني يعني وضع قوه عسكريه وقوه قوة طيران عسكرية ضد إسرائيل ويريد استخدام الطائرات المسيرة وكذلك ربما أيضا الصواريخ في عمليات ضد إسرائيل وهذا هو يعني خطورة الوضع لأن إسرائيل لن تسلم بذلك. <applause> سأعود معك بعد قليل سيد كوهنلي مناقشة أكثر في المخاطر في التي ترصدها في إسرائيل في من احتمال مثل هذه المواجهة وما يمكن أن يكون عليها الرد مثلا من حزب الله في لبنان موضوع الصواريخ سنعود إلى هذه النقاط دعني أعود لو سمحت إلى ضيفنا في واشنطن سيد دوغلاس ماكريغور العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي لأسألك سيد ماكريغور عن موقف الرئيس ترامب في حال قال له رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا محالة من مواجهة مباشرة لإسرائيل مع إيران سواء في سوريا في جنوب لبنان وبالتالي نريد هذا الدعم الأمريكي إلى أي مدى رئيس ترامب يمكن أن يمنح الغطاء المطلوب من قبل إسرائيل لحرب مع إيران؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية على معرفة بأن لها دعم كامل وثقة هنا. ولا اعتقد ان هذا السؤال يجب الاجابه عليه مره اخرى نحن ننظر الى اسرائيل وامنها على انها حيويه وسنتصرف نعم أفضل سيد على العقيد دالي. هو السؤال يتعلق بان الدعم الامريكي لاسرائيل معروف ومواقف الادارات الامريكيه متعاقبه ولا سيما اداره ترامب ايضا معروف دعمها لاسرائيل وتاكيدها لحمايه امنها لكن حينما نتحدث عن حرب شامله مباشره في ظل رغبة رئيس ترامب بالانسحاب من سوريا وسحب قواته من هناك هل يمكن أن نجيب عن السؤال هذه المرة أم لا أولاً دعني أعود إلى ما قاله بعض الزملاء في هذا البرنامج، السيد ترامب غير معني على الإطلاق بحرب إقليمية في الشرق الأوسط، وبصراحة كذلك الرئيس بوتين، هاتان القوتان معنيتان بتجنب النزاع في المنطقة، وبعد أن قلت هذا لو كنت تقول لي أن السيد نتنياهو اتخذ قراراً بمفرده وانه يحتاج لاطلاق هجوم واسع على ايران وهل نحن سندعم هذا ام لا؟ هذا يعتمد على ما الذي سبب هجومه. نعتقد ان اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها لو تعرضت لهجوم رئيسي من ايران بشكل مباشر عندها سندعم اسرائيل ضد ايران عسكريا نستطيع ان نفعل هذا بطرق عديده ولكن مره اخرى هذا غير محتمل الشيء الاكثر احتمالا هو شيء قريب من احداث لا تدفع الطرفين ابعد من الحافه التي توصلنا الى حرب واسعه ستكون هناك مواجهات على مستوى منخفض من حين الى اخر ولكن اذا لم تتخذ ايران وتقوم باجراء واسع ضد اسرائيل فان اسرائيل ستتصرف كما تراه مناسبا ولكن ان تطلق اسرائيل حربا واسعه ضد ايران هذا لن يحدث الا اذا هجمت اولا نعم سنناقش المزيد مع عن ذلك سيد ماكريجور ومع سائر ضيوف ايضا سيد احمد اصفهاني من لندن وسيد ميركو من القدس بعد هذا الفاصل الاول في هذه الحلقه من ساعه حره والمزيد في شان احتمالات اندلاع مواجهات مباشره بين اسرائيل وايران انطلاقا من الساحه السوريه نتابع مشاهدينا الكرام هذه الحلقه من ساعه حره واحتمالات الحرب المباشره بين اسرائيل وايران، سيد احمد اصفهاني في لندن الى اي مدى في تقديرك التحذيرات من ان هذه الحرب اذا ما ستشمل اطرافا دوليه وفق ما ذكرت قبل قليل هو ما يؤخر عمليا اندلاعها او عمليا يجمد اندلاعها ويبقيها عندما وصفه السيد ماكريغور من واشنطن بحافه الهاويه. يعني ليس فقط القوى الدولية نحن نعلم أن هناك أطرافا أيضا إقليمية داخلة بهذا الأمر يجب أن نضع على طاولة البحث أيضا التوتر الخليجي الإيراني هذه مسألة مهمة جدا وأيضا يجب أن نطرع على بساط البحث الوضع في سوريا ما يجري الآن هو مناوشات بين الطرفين تتخذ أشكالا مختلفة لذلك أستبعد أنا أن تكون هناك مواجهة واسعة جدا بمعنى حرب مباشرة لان الوكلاء كما جاز جاز التعبير هم الذين يقومون بهذه المساله، ساعطي مثالا بسيطا فقط على الطبيعه المتناقضه للامور. حزب الله في لبنان له نفس الادبيات وهو يعتبر من القوى المؤيده لايران والمموله من ايران، مع ذلك لبنان منذ العام 2006 يخضع لنظام او لنقل نوع من التوازن الرعب، توازن الخوف، لم تطلق رصاصه بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي على مدى اثنتي عشره سنه. لماذا؟ لأن هناك تفاهما معينا على الساحة اللبنانية الجميع يدرك أنه لا يمكن خرق هذا التفاهم الساحة السورية مختلفة الآن وفي رأيي التصعيد الإسرائيلي الآن الإعلامي كما التصعيد الغربي إلى حد ما كما التصعيد الإيراني هو يدخل في إطار ليس المناوشات العسكرية بل شعور هذه الأطراف بأن حلا سياسيا يمكن قد بدأ يتبلور على الساحة وهذا الحل السياسي سيأخذ في عين الاعتبار التحالفات الجديدة، وقع القوى الموجودة على الأرض في سوريا، طبيعة النظام، طبيعة القوى التي ستشارك بالتسوية السياسية، ويبدو أن بعض القوى وعلى رأسها إسرائيل أيضاً وربما هناك أطراف دولية وأطراف عربية، تريد أن تشمل هذه التسوية السياسية نوعاً ما حد من نفوذ الإيراني أو الانسحاب الإيراني من سوريا، وهنا خطورة المسألة لأن هذا قرار سياسي يخضع للمفاوضات. اما التصعيد العسكري الان المناوشات ضربه من هنا وضربه من هناك فهي ستستمر ولن تتجاوز ذلك في رايي انا مع العقيد كما يقول علي حافه الهاويه لكن لا احد يريد الدخول في الهاويه الان سيد ماير كوهين في القدس ما الذي يجعلنا نطرح السؤال عما اذا كانت بدات فعلا هذه المواجهه المباشره التي يقول البعض انها قريبه ويقول البعض انها لن تتجاوز حافه الهاويه وفق ما استمعت قبل قليل، يعني اي نوع من الاحداث مؤخرا في شباط مساله اسقاط طائره ايرانيه طائره من دون طيار، قالت اسرائيل لاحقا انها انها كانت محمله بالمتفجرات، مما يعني بالنسبه الى اسرائيل انها ذات طابع هجومي على هدف داخل اسرائيل من طائره ايرانيه وليس عبر طرف اخر او طرف ثالث لما لم يعد ذلك على انه بدايه هذه المواجهه مثلا ما الحدث المنتظر؟ هي المواجهه بدات وخاصه قبل عامين عندما قائد قوه القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني هو يقوم ببناء قوه عسكريه في في سوريا وقوه جويه الهدف منها ضرب مواقع اسرائيليه كما شاهدنا في موضوع الطائره المسيره امكانيه توجيه طائرات مسيره او استخدام صواريخ ضد اسرائيل ضد مواقع ضد اسرائيل طبعا الرساله هي هي ليست فقط الى الى روسيا وهي التي قاسم سليماني يقوم بخداع روسيا لأنه يهدد المصالح الروسية بتحقيق التوازن والاستقرار والهدوء في المنطقة وليس الرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة للتدخل وإنما رسالة موجهة إلى الرئيس الإيراني تحديدا حسن روحاني وخاصة أن قاسم سليماني يعمل من اجل يعني ان ينفذ خطا عسكريا متشددا ربما بحسب التقديرات الاسرائيليه يختلف عن الخط الذي يسير عليه روحاني خاصه وان ايران تتجه نحو تطورات تتعلق بالقرار الرئيسي الامريكي. فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. نعم لكن يعني هذه نقطة مسألة يعني التمييز ما بين سليماني وروحاني. أشار إليها توماس فردن في مقالته في نيويورك تايمز تحدث عن رغبة الرئيس روحاني بنوع آخر من الاستقرار في سوريا بعكس جنرال سليماني الذي. يريد توسيع ما وصفه الكاتب بالهيمنه الايرانيه في المنطقه العربيه، هل اسرائيل تتعامل ايضا بالمنطق ذاته ان ثمه طرفين في ايران احدهما معتدل مع روحاني والاخر هو من يريد مواجهه اسرائيل وتهديد امنها؟ هذا الامر طبعا الكره انتقلت الى الساحه الايرانيه بمعنى ان كل ما كشفت عنه اسرائيل عن الدور الايراني في سوريا والصور التي تم نشرها لهذه القواعد بيضع النقاط على الحروف فيما تتعلق بتطلعات ايران وخاصه التوجه العسكري لقائد الحرس الثوري ربما ان هذا الخط لا يندرج في اطار الخط الذي يتبعه الرئيس روحاني هذا السؤال مطروح طبعا على المستوى الايراني وليس اسرائيل ان تضع الـ الـ يعني الـ القول الفصل فيما هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع ايران عليها ان تحدد الى اين تتجه لا. من ناحيه اسرائيل هي تريد العيش بسلام في المنطقه وكان لنتنياهو رساله للشعب الايراني نحن لسنا ضد الشعب الايراني ولكن المساله هي الذين يتحكمون فيكم بشكل يعني مؤسف وشاهدنا ذلك في المظاهرات التي اندلعت في انحاء كثيره لا. من ايران سيد دوغلاس ماغريغور العقيد المتقاعد في واشنطن اشار ضيفنا قبل قليل الى مساله الاتفاق النووي مع ايران وكثيرون يتوقعون ان يتخذ الرئيس ترامب قرارا حاسما ازاءه في الثاني عشر من ايار المقبل في تقديرك في حال الانسحاب الامريكي من هذا الاتفاق اذا ما كان هذا هو قرار رئيس ترامب هل يمكن هنا ان نتحدث عن مرحله جديده تماما في تؤثر تماما ايضا على الشرق الاوسط على الوضع في سوريا على طبيعه المواجهه مع ايران عمليا على الارض هذا سؤال مهم جدا ولا اعتقد ان بامكاننا الاجابه عليه بيقين كامل اليوم ان الرئيس في الواقع سينسحب من الاتفاقيه في الثاني عشر من مايو علينا ان ننتظر ونرى هناك الكثيرون منا في واشنطن يعتقدون ان التوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع مع ايران لم يكن شيئا ينصح به ولكن هناك اتفاقيه الان وهي تقيد قدره ايران على تطوير سلاح نووي. هذه اخبار جيده، لسوء الحظ لا يفعل الاتفاق اي شيء اخر، وواضح انه غير دائم ويعتمد على عامل الزمن وعلى احداث اخرى في المنطقه. انا غير متاكد ان بامكاننا القول بكل يقين ماذا سيحدث في الثاني عشر. اعتقد ان الضيف الاسرائيلي تحدث وقال ان الموضوع سيبحث بعنايه قبل الثاني عشر من مايو. نحن نعرف ان خساره قوات ايرانيه في القتال في العراق وسوريا في السنوات الاخيره جعل هذا الشان داخل ايران لا يحظى بالشعبيه الايرانيون غير معنيون بشن هجمات في العالم العربي والسكان الايرانيون لا يعتقدون واعتقد ان هناك ما يبرر ارائهم ان ايران ستحظى بالشعبيه في العالم العربي فهم يشكلون اقليه من المسلمين الاغلبيه هي من السنه فكره ان ايران ستجعل لها شعبيه في العالم السني هي فكره سخيفه وأخيراً إيران لديها مشاكل اقتصادية خطيرة والعقوبات أضرت بها كثيراً على الرغم من أن تخفيف العقوبات لم يساعد كثيراً إذا الفكرة الأساسية أعتقد أن إيران ليست في موضع يسمح لها شن الحرب إسرائيل تستطيع ولكن الحرب دائماً تضر لا توجد فائدة في الحرب ولكن اسرائيل في نهايه المطاف ستكون في موقف افضل من ايران واعتقد ان من المحتمل ان نرى محاولات اضافيه لتقويض واحيانا الحاق الضرر بالاسرائيليين بشكل او باخر سواء جاء هذا من سوريا او اماكن اخرى ولكن لا ارى في الافق حرب رئيسيه رغم الخطاب الذي لا يفيد واخيرا نقطه اخيره روسيا والولايات المتحده بالتاكيد تعارضان اي حرب اقليميه احدى الاسباب وراء الضربه الرمزيه في سوريا وفي الواقع هي رمزيه كان يعود الى حقيقه ان الرئيس الامريكي لا يريد حربا في المنطقه الحرب ليست جيده للاعمال والرخاء والعالم يحتاج الى الرخاء الان الفكره الرئيسيه اذن هي ان القوى تقف في وجه بعضها البعض وهي قوه هامه والتوتر حقيقي ولكن امكانيات الحرب الشامله محدوده جدا نعم. سيد احمد اصفهاني الاشاره كما استمعت الى موضوع الصعوبات الاقتصاديه في ايران في الاونه الاخيره تقارير عن تدهور في العمله الايرانيه، تظاهرات احتجاجيه في داخل ايران فيما يتعلق بقضايا اقتصاديه وموضوع الانخراط في الاقليم بمعنى صرف من الميزانيه خارج ايران، الى اي مدى هذا العامل يؤثر عمليا في تقديرك في قرار إيران ما إذا كانت ستخوض حربا ضد إسرائيل أو توسع حربا أم لا؟ القيادة الإيرانية تأخذ هذا الأمور في عين الاعتبار لا شك بذلك لكن يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أيضا أن خلال العقود الثلاثة الماضية تعرضت إيران لعقوبات أشد قسوة وأكثر صرامة مما هي حاليا الآن ومع ذلك لم يكن هناك لا انهيار في طبيعة النظام ولا في تغير بالاستراتيجية السياسية أو الإيديولوجية المراهنة على الداخل وعلى الوضع الاقتصادي في رأيي قد تكون صحيحة لكنها ليست حتمية بشكل أنها يمكن أن تغير من الموقف الإيراني هذا من حيث المبدأ نعود الآن إلى المواجهة مع إسرائيل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار يعني هناك مسألة تحدث عنها ضيفك الإسرائيلي بكل بساطة عندما تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية من السودان إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وهي تحت زريعة أنها تدافع عن أمنها الداخلي تفعل ذلك بهذه الحجة أيضا إيران عندما تنتقل إلى سوريا أو العراق أو لبنان تفعل نفس الشيء تدافع عن أمنها الداخلي لأنها تشعر بأنها مهددة هذا يعيدنا إلى النقطة الأساسية هي ما هي الاستراتيجية الأمريكية بغض النظر إذا قرر ترامب أن يوافق أو يمدد الاتفاق أو لا يمدد ما هي الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع إيران اذا كان الاستراتيجيه هي الحد من النفوذ هذا يعني ان المواجهات ستكون محدوده من اليمن الى سوريا الى لبنان اما اذا كان القرار هو اسقاط هذا النظام سواء بالقوه العسكريه او بالضغط الاقتصادي او بتحريك قطاعات من الشعب الايراني فالارجح ان ايران ستدافع بقسوه بقوه عن وضعها الداخلي وسنشهد مواجهات اشد عنفا لكن حتى هذه اللحظه لا يبدو ان الاداره الامريكيه حسب معلومات المسؤولين او الدبلوماسيين في اوروبا هنا لا تبدو في وارد القطيعه التامه مع هذا الملف النووي الايراني، قد تتخذ عقوبات لكن اوروبا من جهتها تريد ان تسند هذا الاتفاق، مصممه على التمسك بهذا الاتفاق وبالتالي قد يمنع من الانتقال الى مرحله مواجهه واوسع بين ايران والولايات المتحده الامريكيه ومع قوه اخرى حليفه للولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار معك سيد احمد اصفهاني من لندن وسيد مائر كوهيم من القدس وسيد دوغلاس ماكريغور من واشنطن والمزيد حيال احتمالات مواجهه مباشره بين اسرائيل وايران عقب حوادث عده في الاونه الاخيره على خلفيه الازمه السوريه، هل ثمه فعلا احتمال لمثل هذه المواجهه؟ ما هي تكاليفها المحتمله على المنطقه؟ وتحديدا في ظل الابتعاد عن احتمالات حل سياسي قريب للازمه السوريه. نستكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة سيد مائر كوهين في القدس تحدث قبل قليل عن أن إسرائيل جاهزة لمواجهة مباشرة مع إيران لكن ثمة من يطرح تساؤلات عن مدى قدرة إسرائيل على مواجهة ردود الفعل المحتملة في ظل تقارير عن ترسانة كبرى لحزب الله في لبنان من الصواريخ أيضا في ظل تقارير عن قواعد عسكرية إيرانية باتت موجودة أو أيضا تبنى وتنشأ داخل سوريا إلى أي مدى هذا يشكل مخاطرة فعلية على تدمير هائل يطال الإسرائيل في حال اندلاع هذه المواجهة؟ نعم إسرائيل تأخذ على محمل الجد التصريحات الإيرانية بالعمل على القضاء على إسرائيل وهو جزء واضح من السياسة الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 97 و إسرائيل تتهيأ لمثل هذا الوضع ولا توجد دولة في العالم عضو في الأم عضو في الأمم المتحدة تهدد دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة بالعمل على إزالتها أما فيما يتعلق بالتهديدات وإمكانية مواجهة إسرائيل إسرائيل طبعا مستعدة لكل هذه الاحتمالات يعني المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تعتقد أنه في حال اندلاع حرب فأن المواجهة لن تكون فقط على الأراضي السورية وإنما ستكون على الجبهة الشمالية وسبق أن إسرائيل قامت بمناورات عسكرية قبل عده اشهر استعدادا لمثل هذا التطور وقامت باخلاء قرى في الشمال تحسبا من عمليات مشابهه ممكن ان يقوم حزب الله بها وبالتالي هناك يعني استعدادات لكن انا لست خبيرا عسكريا في هذا الموضوع واقوالي بتستند الى ما يصرح به القاده العسكريون هنا في اسرائيل نعم تلك المناورات في تقديرك هي كان جزء منها ايضا يعكس احتمال دخول حزب الله الى داخل المواقع الاسرائيليه وايضا احتمال لان توسع هذه المواجهه من هذه الناحيه، لكن ثمة ايضا من تحدث في تلك الفتره عن وايضا من مسؤولين اسرائيليين ان اي حرب مقبله ضد حزب الله قد تطال تدميرا كاملا في لبنان مع تلويح ايضا للحكومه اللبنانيه ذاتها بانها مسؤوله هل في تقديرك مثل هذا الاحتمال لا يزال واردا وقد تكون الحكومه اللبنانيه بذاتها معرضه لخطر ضربه عسكريه اسرائيليه، نتحدث هنا عن مؤسسات لبنانيه رسميه. نعم في الحرب اللبنان الثانيه كان المستهدف هو الضاحيه الجنوبيه. أما في بيروت الغربية فلم تكن هناك أي استهداف وبالتالي فإن إسرائيل عندما تواجه مثل هذه الترسانة العسكرية المؤلفة من مائة ألف صاروخ وكل القطاعات الحيوية في إسرائيل معرضة أيضا لتوجيه ضربات ضدها فما هو المطلوب من إسرائيل أن تفعله وأن تقف صامتة وتقول اتفضلوا يعني يعني كل مفتوح امامكم ولا لا, لا نعتدي على اي شيء طالما هناك اعتداء على الاماكن السكنيه داخل اسرائيل فان كل لبنان كما قال القاده العسكريون في اسرائيل ستكون ايضا مستهدفه بالكامل نعم وتقصد هنا في حال كان هناك هجوم على اسرائيل من لبنان ولكن اسرائيل لن تبادر بنفسها الى مثل هذا العمليه شك. طبعا 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 لن تبادر وهي لم تبادر ضد اي دوله ضد اي دوله ولكن نحن نرى من هو الذي يهدد الخطر في المنطقه ايران ممثله في الحوثيين التي تطلق الصواريخ ضد السعوديه وهذا الامتداد المحور الايراني الذي يريد السيطره بريا على كل المنطقه ابتداء من العراق وصولا الى لبنان ومرورا بسوريا والعراق، كل هذه الامور تبين ما هي التوجهات الايرانيه فيما يتعلق بالمنطقه، اسرائيل ليست فقط الوحيده التي يعني تتحدث عن مثل هذه التهديدات، نحن نسمع تهديدات مماثله من قبل السعوديه وتشارك ايضا السعوديه فيما الاخطار التي تواجهها كما تشارك اسرائيل في مثل هذه الاخطار. نعم اليوم وفق ما في الوكالات ايضا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اشاد بما اعتبره البذور الحقيقيه للسلام من قبل بعض الدول في المنطقه وتشير الوكاله الى انه يقصد السعوديه بالدرجه الاولى سيكون طبعا حديث عن ذلك سيد دوغلاس ماكريجور وسيرد ايضا في وقت لاحق لا السيد اصفهاني عن بعض النقاط. سيد دوغلاس ماكريجور دعنا نستمع معك لو سمحت مع المشاهدين والضيوف إلى هذا المقتطف من مقابلة أجراها الزميل مشير غندور مراسل الحرة في الخارجية الأمريكية مع المتحدثة باسم الوزارة هيدر ناورت هذا المقتطف يتعلق تحديدا بما تراه واشنطن إذا السياسة الإيرانية في المنطقة واحتمال اندلاع حرب مع إسرائيل إيران دائما ما كانت قلقا خطيرا بالنسبة لنا هذه الإدارة تنظر إلى إيران بطريقة تختلف عن الإدارة السابقة إدارة أوباما تلك الإدارة كانت تنظر إلى إيران من الناحية النووية لكننا ننظر إليها بشمولية أوسع ووجدناها ضالعة في أمور مريعة حول العالم وسوريا واحدة من تلك الدول حيث ترسل إيران أسلحة ومقاتلين ومواد وأموالا وتدعم حزب الله في سوريا. حزب الله الذي يجلب فقط التعاسة للشعب السوري وهذا ما يسبب لنا قلقا كبيرا في الوجود الايراني في سوريا حده التوتر تتزايد بين اسرائيل وايران، هل تعتقدين ان هناك حربا على الابواب؟ لا امتلك كره سحريه ولا يمكنني النظر الى المستقبل، لكن يمكنني ان اقول لك ان لدينا العديد من المحادثات الجيده مع الاسرائيليين وشركائنا في المنطقه، والذين يشتركون معنا في قلقنا من اعمال ايران التي تزعزع المنطقه. وأنا أعتقد أن تلك المحادثات ستستمر سيد العقيد المتقاعد دوغلاس ماكريغور في واشنطن الإشارة من الخارجية الأمريكية إلى الاتصالات مع إسرائيل ومع الشركاء القلقين أيضا من إيران وهنا الحديث عن موضوع الدول العربية وقد ظهر أيضا تقرير وولد سي قبل يومين عن احتمال عن رغبة أمريكية بإرسال قوات عربية إلى سوريا إلى أي مدى في تقديرك الانخراط العربي في الملف السوري سيحمي عمليا المصالح الأمريكية في المنطقة والعربية في المنطقة ويساعد في مواجهة النفوذ الإيراني اولا في اي مكان يتواجد فيه الشيعه في الشرق الاوسط النفوذ الايراني موجود ايضا هناك ايران ترى نفسها كحاميه للشيعه الاخرين والذين تاريخيا يرون انفسهم كضحايا او مقموعين في الدول التي يهيمن عليها السنه. هذا جزء من المشكله وهناك فرصه امام ايران وهي ايضا تهديد وهذا ايضا تهديد للدول العربيه السنيه ولكن اشير الى انني لا اعتقد ان من المحتمل ان نرى الكثير من السنه العرب الذين يحلون مكاننا في سوريا قد نرى بعض الاستعداد من جانب المصريين لوضع قوات هناك ولكن المشكله في سوريا خاصه في شمال شرق سوريا تشمل ايضا الاتراك ولهذا السبب هذه ليست بيئه مبسطه على الرغم من ان تركيا وروسيا وايران متواجدين ضمن نوع من التحالف الا ان الانسان لا يجب ان يوهم نفسه الاتراك والايرانيون لديهم مصالح استراتيجيه مختلفه في وادي نهر الفرات المصالح التركيه تختلف عن المصالح الروسيه ولا يجب ان نفترض انه في غياب امريكا في شمال شرق سوريا فجاه الايرانيون سيرحب بهم من جانب الاتراك القلقين من الهيمنه على الاراضي التي تحاذي الحدود التركيه ايضا مهم ان نشير الى اننا لو قمنا بالانسحاب من الاتفاقيه النوويه ونقول ان ايران قررت ان تجدد سعيها لامتلاك سلاح نووي فان علينا ان نتوقع تركيا ايضا ان تسعى للحصول على سلاح نووي وهذا في حد ذاته منع ايران من المضي قدما، القدره النوويه الايرانيه تؤدي الى قدره نوويه تركيه وهذا يؤدي الى انتشار للسلاح النووي، لا احد يريد هذا، السعوديون ايضا اشاروا الى انهم قد يسعون لامتلاك مثل هذه القدرات النوويه، اذا نعم كل هذه القضايا يمكن ان تؤدي الى مواجهه ولكن مره اخرى هل هذا ما تريده ايران؟ مره اخرى وكما قال الضيف الاسرائيلي لا يوجد توحد في المواقف داخل البلاد من الواضح ان القياده الدينيه لديها منظور هيمنه حتى الان ولكن حرب شامله مع اسرائيل يمكن ان تجلب اخرين وهذه الحرب يمكن ان تؤدي حتميا الى تدمير نظام خامني وتؤدي الى ايران مختلفه عما نراه اليوم كل هذه الاشياء يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من جانب الايرانيين واعتقد انهم ينظرون فيها مرة أخرى أعتقد أننا سنصل إلى الحافة ولكننا لن نعبر هذه الحافة نعم سيد أحمد أصفهاني قبل أن أسألك عن موضوع المشاركة العربية في سوريا واحتمالاتها وتأثير ذلك على تهدئة الأمور أو تأجيجها أريد منك تعقيبا أو ردا على ما استمعت إليها من سيد مائر كوهين حول مسألة لبنان واحتمالات تشمل لبنان اي حرب مقبله ان اسرائيل قد تضرب لبنان بالكامل في حال تعرضت لهجوم قال ان اسرائيل لم تبادر في اي وقت الى الهجوم على اطراف اخرى او دول اخرى ما تعليقك؟ يعني ضيفك الاسرائيلي ضمين بالحقيقه الى حد بعيد يعني اسرائيل لم تبادر في الهجوم على احد هذا من من خيال اعتقد كلنا نعلم أن إسرائيل دائما وأبدا في كثير من المرات كانت تبادر وتعتدي على الدول العربية بكل بساطة، لكن سأعود إلى العام 2006 لأن الذاكرة ما تزال لا تخون حاليا. قامت إسرائيل بتدمير كل البنية التحتية من أقصى البقاع إلى أقصى الجنوب بما فيها الجسور، محطات تحلية المياه، الكهرباء، المباني العامة، لم تترك شيئا إلا دمرته ومع ذلك بعد 33 يوم لم تستطع أن تنجز الانتصار النهائي. والسبب في ذلك هذه النقطة في رأيي يتجاهلها الضيفان الكريمان الأمريكي والإسرائيلي أن هناك نسبية في الخسائر هذه مسألة مهمة جدا يعني إذا خسر لبنان عشرين ألف قتيل مثلا في معركة مع إسرائيل وخسرت إسرائيل ألف قتيل بهذه الحالة هناك مشكلة كبيرة لإسرائيل إذا نسبية الخسائر هي التي تمنع الاشتباك تمنع المعركة تمنع الحرب هذه النسبية هي التي تدفع القادة الإسرائيليين إلى التفكير أكثر من مرة في خوض حرب في لبنان وإلا لماذا كانوا ينتظرون هم يتحدثون عن مئة ألف صاروخ في جنوب لبنان هم يتحدثون عن آلاف المقاتلين لماذا ينتظرون الآن لضرب لأن الخسائر في هذا الطرف وفي هذا الطرف غير نسبية ويمكن أن تؤدي بشكل أو بآخر إلى أزمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي نستكمل هذه الحلقة وفي جزئها الأخير بعد هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة من ساعة حرة والمزيد في شأن العلاقات المتوترة في المنطقة أو الواقع المتوتر في المنطقة سيما في ظل تقارير متزايدة وتكهنات من خبراء ومحللين غربيين بشأن احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران تابعونا بعد هذا الفاصل الجزء الأخير من ساحورة سيد أحمد أصفهاني في لندن مسألة احتمال إرسال قوات عربية إلى سوريا إلى أي مدى يمكن قوات عربية حليفة لواشنطن إلى أي مدى يمكن لمثل هذه القوات إذا ما ذهبت أن تهدئ الأمور وتقيم نوعا من التوازن ليس بالضرورة العسكري ولكن نوعا من التسوية الإقليمية الدولية التي تهدئ كل الأطراف وتمنع الذهاب باتجاه حرب شاملة في رأيي هذه الفكرة تطرح بين حين وآخر لكن لا مجال لها للتنفيذ لسببين أولا أن الدول العربية المقبول أن تشارك على الساحة في سوريا غير مستعدة والمستعدة غير مقبولة على الساحة السورية سنعطي مثالا بسيطا ضيفك الكريم في واشنطن تحدث عن أن هناك قوات مصرية يمكن أن تدخل أو قوات سعودية إذا جاز التعبير لكن هذه القوات ستكون في منطقه عمل الولايات المتحده الامريكيه القوات الامريكيه لانها لن تدخل الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومه السوريه. نحن نعلم هذه العلاقه المتوتره جدا بين تركيا ذات الطابع ذات النظام الاخوان المسلمين وبين السعوديه من جهه ومصر من جهه. كيف يمكن تتوقع قوات مصريه او سعوديه او اماراتيه مثلا او سودانيه موجوده على تماس مع القوات التركيه اللهم الا إذا كان هناك صيغة سياسية سابقا لذلك الآن الحديث عن هذه القوات سابق لأوانه هو مجرد بالونات اختبار بين حين وآخر للإظهار بأن هذه القوى أو هذه الدول موجودة على الساحة الآن كل الأطراف تتحدث عن أن مرجعية جنيف بعد الضربة العسكرية التي شنت على مواقع الكيماوي المزعومة في سوريا هذه الضربات الآن يمكن أن تفتح باب للحوار الحوار سيكون بين القوى المعنية مشاركة أوروبية مشاركة أمريكية أما الوجود العربي العسكري قد يأتي لاحقا لكنني أستبعد من ظل التعقيدات الإقليمية الموجودة على الساحة السورية أن تقبل أي دولة عربية بالمشاركة بمثل هذا العمل سيد ماير كوهين في القدس إذا استبعدنا خيار الحرب المباشرة أو الشاملة ما هي رهانات إسرائيل على مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا تحديداً؟ يعني هناك تصميم ايراني على البقاء في سوريا وهذا التصميم بيقابله ايضا تصميم من قبل اسرائيل على منع هذا التواجد الايراني لانه بيشكل تهديدا على امنها القومي وبالتالي كل المواقع التي صورتها اسرائيل فستكون مستهدفه وكل المصالح الايرانيه في سوريا من قواعد ستكون مستهدفه لان اسرائيل لن تسمح لايران بتطوير قوة عسكرية جوية لمحاربتها بالإضافة إلى بناء صواريخ فهذه هي المعادلة التي يعني نقف أمامها عدم السماح لإيران بالتواجد في, في سوريا وأن تكون مصدر يعني تهديد بالنسبة لأمن إسرائيل يعني تقول إن, أن الحرب حتمية في حال لم تنسحب إيران من ما سوريا بكلمة نتنياهو. يعني طبعا يعني بهذا الشكل واضح ان مساعي ايران هي العمل على محاربه اسرائيل وتهديد اسرائيل امنيا هذا هو الواضح و... و... وما هذا ما تم الكشف عنه وإسرائيل يعني كشفت عن وثائق تتعلق ب... 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 بمطارات وقواعد تستخدمها ايران في سوريا وكما ذكرت أنه قبل عامين زادت من وتيرة هذه العمليات هو سعي قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بأن يقيم هناك قاعدة وزراع جوي لإيران يتمثل في طائرات مسيرة كما شاهدنا ومن قبل شهرين وكذلك قواعد تتعلق ببناء صواريخ دقيقه ل طيب الى اي مدى ثم نوع من الرهان الاسرائيلي على ادوار عليهم. عربيه في سوريا تخف تحد من النفوذ الايراني وهنا نعود الى كلمه رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يتحدث عن بذور حقيقيه للسلام من قبل بعض الدول في المنطقه في ظل ايضا قوله سابقا ان هناك ليس هناك ود مع ان هناك جيرانا لا يقبلوننا نعم، يعني هو كلمة رئيس الوزراء بتنبع إلى أن الجانب العربي توصل إلى قناعة أن إسرائيل لا تشكل تهديدا على أمنه القومي كما كان يصور من قبل وخاصة في مصر دائما كان ينظر إليها على أنها الدولة التي تشكل تهديدا على الأمن القومي المصري، وجدنا ما تفعله حماس في مصر، ما تفعله الجهات الإسلامية، هناك تعاون بين إسرائيل ومصر لمحاربة الإرهاب ايضا فيما يتعلق بمكافحه الـ يعني الغزو الايراني للمنطقه هناك موقف موحد يعني من 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 حيث الافكار ومن حيث المخاوف بين اسرائيل والجانب السني في العالم العربي يخشى من هذا النفوذ الايراني وبالتالي اسرائيل لم تعد تشكل او كما يصور بانها تشكل تهديد للأمن القومي العربي ووجدنا أن هذا التهديد بينبع من مصادر أخرى من حزب الله من إيران كل هذه الأمور من من حماس تركيا كل هذه الأمور بنشاهدها لكن إسرائيل تحديدا لم تشكل تهديدا على الأمن القومي العربي وليس لها أي تطلعات في العالم العربي لأن أنا كنت أعمل مستشارا صحفيا في السفارة الإسرائيلية في القاهرة وكانت هناك زيارة لبيرس وكانت هناك دعوه ل... 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 يعني نخب مصريه التقت به وعرضت كل هذه الاسئله اسرائيل تريد غزو العالم العربي ثقافيا تريد غزو العالم العربي اقتصاديا وسياسيا طيب. وتحدث اي غزو اي اقتصاد يمكن ان نتعامل معكم وانتم في العالم العربي او او وكذلك غزو طيب. ثقافي دقيقه ايضا يعني من كل هذه الامور مجرد يعني نظريه المؤامره طيب سيد دوغلاس في تقديرك باختصار شديد لو سمحت هل لدى واشنطن تصور لان الامور يمكن ان تذهب مجددا الى ناحيه الحل السياسي الى مسار جنيف في سوريا وبالتالي تخفيف حده كل هذه الاحتمالات لتصاعد الحرب اختصار لو سمحت جنيف هي مجرد تمنيات روسيا وايران وتركيا بالاضافه الى الحكومه السوريه هي التي تقرر مستقبل سوريا والولايات المتحدة لن يكون لها تأثير كبير على هذه النتيجة هذه الحقيقة البسيطة والحرب في سوريا انتهت معظم الدول العربية السنية يمكن أن تساهم في مثل هذه القوة التي ستذهب إلى هناك ولكن هذه الحكومات لديها مشاكل داخلية ومشاكل عن الحدود احتمال أن تساهم هذه الحكومات في هذه القوات احتمال ضعيف جدا نعم سيد أحمد أصفهاني ما ردك على يعني تحدث السيد كوهين عن ان المساله صارت وكأن الوقائع اثبتت كما يقول ان التهديد الفعلي للعالم العربي ليس اسرائيل انما ايران والوكلاء الايرانيين في المنطقه كما يقول ما ردك على ذلك واعطى نموذج مصر؟ يعني هذه بروباغندا متفق معروفة الحقيقة أن إسرائيل دولة محتلة حتى الآن محتلة ضد جولان محتلة الضفة الغربية تمارس سياسة التهويد والتهجير والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وبالتالي الشعب العربي الشعوب العربية سنة وشيعة ومسيحيين وغير ذلك يدركون هذه الحقيقة عندما يتحدث عن الدول الحكومات شيء والشعوب شيء آخر ما لم تعالج هذه المسألة ما لم تعالج حقوق الشعب الفلسطيني بكل بساطة بحقه بدولته لا أعتقد أن أي شعب أي شعب عربي يمكن أن يقبل إسرائيل ما قتل, مع قتل إسرائيل. في الربيع العربي يفوق بكثير ما قتل في الحروب مع إسرائيل هذه لا علاقة لها بهذا الأمر الاحتلال احتلال سواء كان بقتيل واحد أو بمئة ألف قتيل طيب مسألة أن إيران بات تهديدها للدول العربية. يعني لا تقر أصفهاني أن نظرة إلى إيران تغيرت أيضا على مستوى الشعب العربي. يعني كان هناك شعوب مؤيدة للسياسة الإيرانية. الآن نجد لا نجد ذلك. طبعا أنا لا أختلف بذلك. لكن هذه مسألة مختلفة تماما. الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا علاقة لها بالإيرانيين. الإيرانيون لهم واقع استراتيجي لهم مدى حيوي يقاتلون من أجله. ومثل اي دولة اقليمية وانا قد لا اوافق او قد اوافق هذا موضوع اخر، لكن هذه المصالح الاقليمية لا تتناقض ابدا مع مصالح الشعب الفلسطيني يعني لا. يجب عدم الربط في هذه المسألة بمعنى اننا يمكن ان نحارب ايران من اجل ان نسكت على الشعب الفلسطيني هذا غير هذه معادلة غير مقبولة على ما اعتقد. سيد كوهين عبارة واحدة لا يوجد ربط، لا يوجد ربط. نعم، ما في شك انه لا يوجد اي ربط. بين ما يحدث في العالم العربي والحرب الأهلية هناك وبين لا. الواقع مع الجانب الفلسطيني الذي يرفض المفاوضات مع انتهى اسرائيل وهذا الوقت هو شكرا لضيوفنا مائل كوهين من القدس بدليل ان احنا توصلنا الى سلام من لندن ودوغلاس ماكريجور من واشنطن اسف المقاطعه شكرا مشاهدينا على المتابعه